تبدل هو انه بانوا واحد السياسيين واحد البرلمانيين استغلوا هذيك الظرفيه ديال الاحداث ديال 16 مايو استغلوا المعاونه ديال الدوله. انا كنسمي اقليم سيدي مؤمن داروا لاباس على ظهر الاحداث ديال 16 مايو. معكم محمد الناصري من مواليد كاريان طوما بالضبط، زيد في كاريان طوما انا بالضبط ماشي في السبيطار ولا شي حاجه. الحاجه الوحيده اللي تبدلات هو الكاريان، بعدا كاين ما بقاش الكاريان، باقي واحد الجزء ديال الملاك اللي هو بلوك واحد والزنقه واحد والزنقه جوج والزنقه ثلاثه، هادو باقيين في الكاريان، باقي ما تمش الاعاده ديال الهيكله ديال المنازل ديالهم. واللي تبدل هو انه بانوا واحد السياسيين واحد البرلمانيين استغلوا هذيك الظرفيه ديال الاحداث ديال 16 مايو واستغلوا المعاونه ديال الدوله وداك الشيء في التنميه ديال الاقليم ديال انا كنسمي اقليم سيدي مؤمن استغلوا سيدي مؤمن وداروا لاباس على ظهر الاحداث ديال 16 مايو ولا طوما منهم بزاف ديال البرلمانيين وواحد البرلماني اللي هو يا بلا ما نقول الاسم ديالو راه معروف راه كان شاد المقاطعه ديال سيدي مؤمن 14 عام وحتى شي حاجه ما دارها والو جامي واش دار شي حاجه. كيف ما كتشوفوا دابا راه باقي عندنا مشكل مع الطوبه حاشاكم، باقي حنا بتحولنا للديور وباقي عندنا مشكل ديال الطوبه. لا رئيس الجماعه قايم بالواجب ديالو، لا البرلمانيين اللي كيمثلونا قايمين بالواجب ديالهم، لا حتى شي حاجه، لا جمعيات المجتمع المدني قليل الا من رحم ربي. كنشوفوا غير مبادرات ديال الشباب هما اللي واقفين مع الساكنه، ولكن عارفين ان الساكنه راه واحد الناس اللي مضرين بزاف قوام من القياس. 17 سنه مورا التفجيرات الارهابيه ديال 16 مايو، يعني كاين زوج ديال الامور اللي لاحظت انا، وكاين السكن وكاين المشاريع ديال الاسواق النموذجيه. هادو هما زوج حوايج اللي بارزين. خلال 17 سنة السكن استفدوا الناس يعني من مدن الصفيح لسكن لائق بواحد النسبة ديال 80% نعتبروها نازحة. مسارح الأسواق النموذجية كذلك هو مثال، نقدر نعتبروها نازحة بواحد النسبة ديال 30% في سلات. علاش؟ لأن الناس الفقراء اللي زاد المصاري عليهم باش تستهدفهم تمت مسات الناس أخرين ماشي اهل ليها، وبقات الاسواق فارغه اليوم. يعني الفقراء في المنطقه ديال سيدي مؤمن خلال هاد 16 عام ولا 17 عام باقي كاين الفقر وزاد اكثر يعني تهميس، وكاين الناس اللي هما اغنياء استافدوا من هاد الفرصه خصوصا ديال المبادره الوطنيه وزادوا تغناو اكثر. المنطقه عرفت اهتمام، راه ماشي غادي نقول لك ما كاينش اهتمام، يعني توزت لها مشاريع كبيره من ناحيه الرياده، كنقول لك الاسواق الطرق هذه، انما هو كنقول لك كاين استغلال، يعني الناس كتصطاد فرص. هذا اللي منسمي يعني فعاليات ديال المجتمع المدني والسياسيين وكل شيء متواطئ باش كياكلوا الغله وكيقسموا الكيكه بيناتهم، وكيبقى واحد الفقراء ما كاينش اللي معين لهم ولا يعاونهم ولا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.